مساء الخير. تعالوا نكمل مع بعض الـ Range of Motion Exercise اللي احنا بدأناها قبل كده. لو فاكرين بدأنا الـ Range of Motion Exercise بالـ Passive Range of Motion Exercise، وبعدين اتكلمنا عن الـ Active Assistive Range of Motion Exercise، وبعدين اتكلمنا عن الـ Active Free Range of Motion Exercise، والنهارده عايزين نتكلم عن الـ Active Resisted Range of Motion Exercise. قبل ما هنتكلم عن الـ Active Resisted Range of Motion Exercise، عايزين نفتكر مع بعض الـ Types of Muscle Fibers. زي ما قلنا ما كانش ينفع نبتدي Therapeutic Exercise غير لما نكون درسنا الـ Basics بتاعة الفيسيولوجي والباثولوجي والهيستولوجي والاناتومي. اكيد درسنا الكلام ده قبل كده، تعالوا نراجعه قبل ما ندخل في الاكتيف ريزيستد رينج اوف موشن اكسرسايز. Actually there are two types of muscle fibers. النوع الاولاني اسمه slow twitch muscle fibers، والنوع التاني اسمه fast twitch muscle fibers. تعالوا نتكلم الاول على الـ slow twitch muscle fibers. اسمها التاني type 1، يبقى اكيد الـ fast twitch muscle fibers لما نتكلم عنها هيبقى اسمها type 2. تعالوا نكمل كلامنا عن slow twitch muscle fibers. هي type 1 و slow oxidative. It's more resistant to fatigue. Its time required to generate force is greater in slow twitch muscle fibers. Finally, slow twitch muscle fibers primarily associated with long duration efforts او اللي بنسميها aerobic activities. طب امال بقى fast twitch muscle fibers؟ في انواع من الفاست تويتش ماسل فايبرز. النوع الاولاني منها اسمها تايب 2A ودي فاست اوكسيداتيف جلايكوليتيك، يعني تجمع بين الكاركترستكس اوف سلو تويتش ماسل فايبرز والفاست تويتش ماسل فايبرز، وبالتالي هي مودريتلي ريزيستنت تو فاتيك. لكن النوع الثاني منها اسمه تايب 2B ودي فاست جلايكوليتيك، ودي بقى fatigable، fatigue easily، fatigue rapidly، true fast twitch. وفي نوع تالت اسمه type 2X with fatigue resistance with force capacity، ومن characteristics بتاعته انه produce quick forceful contraction for short time with high intensity activities اللي احنا بنسميها anaerobic activities. يبقى في الaerobic activities انا بستخدم slow twitch muscle fibers، لكن في الanaerobic activities انا بستخدم fast twitch muscle fibers especially type 2X. وعشان نشوف الفتيك، the most resistance are type 2A followed by type 2X and finally type 2B. يبقى ده ترتيب للفتيك in fast twitch muscle fibers. A type 2A are resistant to fatigue more than type 2X. Type 2X are resistant to fatigue more than type 2B. ratio in muscles. هل الماسل فيها تايب واحد من التايبس دي كلها؟ لا، take care. Both fibers types are existing in individual muscles. الماسل فيها mixture between type 1 and type 2. But the ratio varies by muscle and by individual. يعني ماسل بيبقى فيها تايب 1 اكتر من تايب 2،
في حين ان مصر التانية فيها تايب 2 اكتر من تايب 1. طب اديني اكزامبل بوشرال ماسلز، يعني مثلا زي الباك ماسلز، هاد انكريز برسنتج برايمرلي ان تايب 1 فايبرز، وايل باور اكسبلوسيف سترينث ماسلز هاد انكريز برسنتج برايمري تايب 2 فايبرز. يبقى اللمب ماسلز ريتشين تايب 2 لكن البوشرال ماسلز ريتشين تايب 1، لكن الاثنين موجودين في نفس المصل. بعد ما خدنا الريفيجن دي عن التايبس اوف ماسل فايبرز، وتيك كير ان انا دايما بجيب كومباريزون بتوين تايب 1 ان تايب 2 ماسل فايبرز. بعد ما خدنا الانترودكشن دي تعالوا نتكلم عن الاكتيف ريزيستد رينج اوف موشن اكسرسايز. ايه هي ديفينيشن بتاعها؟ ريزيستنس اكسرسايز از اكتيف، طبعا اكتيف لان فيها ماسل كونتراكشن بيرفورمد باي ذا بيشنت، از اكتيف اكسرسايز ان ويتش ماسل كونتراكشن از ريزيستد باي ان اوتسايد فورس. يبقى هنا مش اسيستنس، ده هنا ريزيستنس باي اوتسايد فورس. از اوتسايد فورس مي بي مانوال اور ميكانيكال. يعني الصوره اللي قدامنا دي عباره عن بيشنت بيرفع ويت، يبقى هنا في ريزيستنس الماسل كونتراكشن من خلال الويت ده اللي هي اكسترنال فورس، وهنا في الحاله دي ميكانيكال. لكن لو الثيرابيست ده هو اللي حط ايديه وبدا يديله مانوال ريزيستنس، في الحاله دي تبقى الاوتسايد فورس از مانوال ريزيستنس، يبقى يا اما مانوال اور ميكانيكال. تعالوا نشوف ديفينيشن تاني. ريزيستنس اكسرسايز از تكنيك based on applying resistance by outside force which may be manual or mechanical to muscle during dynamic or static contraction to increase the contractile force. هو الغرض من الريزيستنس ايه؟ الغرض من الريزيستنس ان الماسل تطلع contracting force اعلى، وبالتالي يحصل حاجتين، يحصل increasing the strength بتاعت الماسل ويحصل hypertrophy، الماسل تكبر في حجمها. يبقى to increase the contractile force or strength and muscle size or hypertrophy in isometric and isotonic contraction the resistance must be sufficient to increase the intramuscular tension. Factors affect the appropriate resistance training. اول حاجه underlying pathology، هل كل عيان اقدر اديله resistive exercise؟ لازم اعرف underlying pathology. extent and severity of impairment، الامبيرمنت عنده بقاله قد ايه؟ مش كل impairment اقدر اديله resistive exercise. extent and severity. the presence of other deficits، طب هو عنده impairment، هل هو عنده hypertension؟ هل هو عنده cardiac failure؟ هل هو عنده رينال فيلير؟ يبقى في presence of other deficits. The stage of tissue healing after injury of surgery، هو في انهي مرحلة من مراحل التيشو هيلينج. patient age، هل resistance اللي هديها لايدج صغير زي الايدج الكبير؟ overall level of fitness، هل اساسا البيشنت ده sedentary عمره ما مارس رياضة في حياته ولا هو athlete؟ cooperation of patient with the program، patient كده motivated و cooperative ولا العكس. يبقى دول factors affecting the appropriate resistance training. تعال نعيدهم مع بعض تاني عشان دول مهمين. underlying pathology، extent and severity of impairment، presence of other deficits، stage of tissue healing، patient age، overall level of fitness، cooperation of the patient with the program. طب ايه هي الـ effects and uses of resistive exercise؟ احنا قلنا في definition بتاعنا حاجتين، انها بتعمل strengthening و hypertrophy. يبقى اول حاجة strengthening of the muscles due to increase tension through gradual overload of resistance of muscle or muscle group. رقم اتنين، لما يزيد الـ strength يزيد الـ endurance، يبقى increase muscle endurance through low intensity repetitive exercise over prolonged period of time without fatigue. لما يزيد الاسترنس
وتزيد الانديورنس هيزيد الكوردينيشن، انكريس كوردينيشن. في الديفينيشن قلنا في هايبرتروفي يبقى انكريس ماسل كروس سكشن اللي هو هايبرتروفي، وبما انها اكتيف اكسرسايز يبقى فيها انكريس للبلاد فلو وانكريس للباور. نقولهم تاني، وات ار ذا افكتس اند يوزز اوف ريزيستيف اكسرسايز؟ سترينثنينج endurance, coordination, hypertrophy, increased blood flow, increased power. Types of resistive exercise. في resistive exercise isometric exercise وفي resistive exercise isotonic exercise. تعالوا نتكلم نمرة واحد عن resistive exercise اللي بنعملها isometric exercise. هو يعني ايه isometric contraction؟ يعني contraction without movement. Contraction without movement. Contraction without range of motion. يبقى isometric resistance exercise in which muscle contracts without changes in length or visible motion. يبقى مفيش range of motion، في نفس الوقت مفيش shortening of the muscle ولا lengthening. It's a static form of exercise. يعني muscle contraction موجود لكن مفيش motion. Static form of exercise during which muscle contract and produce tension without change in the length of the muscle or visible joint motion. During isometric contraction, agreed amount of tension and force output produced from the muscle, which will increase strength if it is sustained against resistance. خد بالك من النقطه دي، for at least 6 seconds. يبقى هو مش contraction relaxation خلاص، the contraction and the maintaining of this contraction against resistance for at least 6 seconds. عشان كده لما هنيجي نتكلم عن البروجرام for isometric resistance exercise هنقول contract for 10 seconds. ليه 10 seconds؟ عشان ابقى exceeding 6 seconds اللي هيصار فيهم strength، يبقى انا كده اكشوالي هيحصل سترينث. During isometric resistance exercises it's capable of increasing muscle strength at specific joint angle. يبقى الكونتراكشن هيحصل والسترينث هتحصل بس within the limited range، ده الرينج اللي انا بعمل فيه. لو انا بعمل كونتراكشن with fully extended elbow يبقى الرينج ده هو اللي هيحصل فيه سترينث، لكن باقي الرينج مش هيحصل فيه سترينث. لو في الميد بوزيشن بعمل كونتراكشن يبقى في الميد بوزيشن بس هو اللي بيحصل فيه سترينث، لا الاوتر رينج ولا الانر رينج اند سو. تمام كده؟ يبقى في الرينج اللي انا بعمل فيه الايزومتريك اكسرسايز هو ده بس الرينج اللي بيحصل فيه السترينث، ولا قبله بيحصل سترينث ولا بعده بيحصل سترينث. خد بالك ان الايزومتريك اكسرسايز ريزيستنس ار وايدلي يوزد ان ريهابيليتيشن. كونتراكشن شود بي هيلد فور 10 سكندز. ليه؟ لان مش هيحصل سترينث غير بعد 6 سكندز، وبالتالي انا في ال 10 سكندز ضامن انه يحصل سترينث ات فريكوانسي اوف 10 اور مور بير اور. يعني كل ساعه هعمل 10 كونتراكشن وكل contraction هيقعد 10 seconds. نقول تاني، كل ساعة هعمل 10 contraction أو أكتر، وكل contraction هيقعد 10 seconds. كده أبقى أنا ضامن إنه يحصل strength، وكده يبقى أنا بعمل isometric resistance exercise. It utilized to enhance left or activity at sticking point. نقطة محددة. ليه؟ لأن في النقطة دي في الرينج ده هو البس اللي بيحصل فيه strength، قبله ما بيحصلش strength وبعده ما بيحصلش strength زي ما احنا اتفق. هو الايزومتريك ريزيستنس اكسرسايز نوع واحد؟ لا، في أربع أنواع من الايزومتريك ريزيستنس اكسرسايز. Types of isometric or static exercise. أول حاجة muscle sitting exercise. يقول لك انا بعمل quadriceps sitting. ايه بقى حكايه sitting exercise دي؟ دي عباره عن low intensity isometric exercise performed against little or no resistance. افكركم بحاجه مهمه بقى،
فاكرين لما قلنا الباسيف رينج اوف موشن اكسرسايز قلنا بتتعمل لليفل كام؟ بيشنت ايفالويشن بيشنت مانوال ماسل تيست قلنا بتعمل لجريد 0. طب الاكتيف اسيستيف بتتعمل لجريد 1 بلس او 2 ماينس. طب الاكتيف فري بتتعمل لجريد 2 او جريد 3. جبنا سيره جريد 1 ما جبناش سيرتها ليه؟ لان ساعتها جريد 1 قلنا انها ماسل كونتراكشن وزود ايه؟ وزود موش. يعني ايه؟ يعني ستاتيك. طب ده اقدر اديله ايه؟ اقدر اديله النوع ده من الاكسرسايز، اقدر اديله ايه؟ ماسل سيتنج اكسرسايز. ليه اديله ماسل سيتنج اكسرسايز؟ لانها عباره عن لو انتنسي ايزومتريك اكسرسايز بيرفورمد اجينست ليتل اور نو ريزيستنس ات ويل نوت، خد بالك من النقطه دي مهمه قوي، امبروف نوت امبروف ماسل سترينث بات ريتارد ماسل اتروفي. يبقى شغلة الماسل سيتنج اكسرسايز تو انكريز سترينث؟ لا، امال ايه؟ تو ريتارد ماسل اتروفي ان ايرلي ستيج اوف ريهابليتيشن. عشان كده لما اجي اعمل كوادريسبس سيتنج اكسرسايز او جلوتيال سيتنج اكسرسايز ار كومون اكزامبل فور ماسل سيتنج اكسرسايز، الغرض منها نوت تو سترينث، الغرض منها تو ريتارد اتروفي. ودي ممكن اعملها في جريد كام مانوال ماسل تيست؟ جريد 1، لانها ويز نو ريزيستنس. النوع الثاني من الايزومتريك اكسرسايز اسمها كده ريزيستد ايزومتريك اكسرسايز، ان انا ابدا بقى اديله ريزيستنس. ايزومتريك ريزيستد اكسرسايز بيرفورمد اجينست مانوال اور ميكانيكال ريزيستنس، اجي اقول للعيان كده ايه؟ ارفع لي الترابيزه لفوق، هيقدر؟ لا مش هيقدر، وبالتالي هيحصل ايه؟ ماسل كونتراكشن ويزاوت موفمنت، والترابيزه دي ريزيستنس، يبقى ده ريزيستد ايزومتريك اكسرسايز. او اقول له زق الحيطه، هو هيزق الحيطه؟ لا مش هيزق الحيطه، بس هيبروديوس ماكسيمم فورس، وبالتالي تفتكر هتزود السترينث ولا مش هتزود؟ هتزود السترينث، وهتعمل هايبرتروفي ولا مش هتعمل هايبرتروفي؟ هتعمل هايبرتروفي بس في الرينج اللي هي فيه، بس لا قبل الرينج ده ولا بعد الرينج ده. يبقى ايزومتريك ريزيستيف اكسرسايز عباره عن ايزومتريك اكسرسايز بيرفورمد اجينست مانوال اور ميكانيكال ريزيستنس تو انكريز سترينث وين اكتيف موشن از بينفول اند اماونت اوف تنشن برودوس during isometric exercise is directly affected by length of muscle at the time of contraction. Therefore, amount of resistance also must be varying at different angles in the range. ده لو انا عايز ازود strength في ال whole range يبقى لازم اعملها at different angle، وده اللي هينقلني للرقم 3 اللي اسمها لرقم 4. هنأجل رقم 4 لغاية لما نشوف رقم 3 بتم محطوطه في ترتيب السلايدز. رقم 3 اسمها ستابيلايزنج اكسرسايز، رقم 4 عامه هيبقى اسمها مالتيبل انجل. ان انا اعمل ايزومتريك اكسرسايز مش في انجل واحده، لا في مالتيبل انجل، يعني على 30 درجه و60 درجه و90 درجه، هنشوفها دلوقتي مع السلايد اللي بعد دي. تعالوا بس نتكلم على ستابيلايزيشن اكسرسايز. ستابيلايزيشن اكسرسايز بتعتمد على كو كونتراكشن. يعني ايه كو كونتراكشن؟ يعني كونتراكشن اوف اجونست انت اند اجونست ات ذا سيم تايم، وبالتالي لما يحصل كونتراكشن في الاجونست اند اجونست ات ذا سيم تايم ده يعمل ايه؟ يزود الاستابيليتي اوف ذا جوينت. يبقى الستابيلايزنج اكسرسايز ده نوع من الايزومتريك اكسرسايز، غرض منها مش ان انا ازود السترنس، هتزيد السترنس بس الغرض منها اكتر ان يحصل كو كونتراكشن، هزود عشان ازود الاستابيليتي اوف ذا جوينت. Joint or posture stability can be developed by isometric exercise through activating co-contraction. That's the contraction of agonist and antagonist that surround the proximal joint. Co-contraction is achieved by mid-range isometric holding against manual resistance or against gravity, in which emphasis is placed on isometrically controlling trunk musculature and proximal muscles of extremities. ودي هتشوفوها كويس في العملي، ازاي اخلي العيان يعمل كو كونتراكشن اوف اجونست اند انتاجونست ات ذا سيم تايم تو امبروف جوينت ستابيليتي، which is تايب اوف ايزومتريك ريزيستيف اكسرسايز. هو ده النوع الاخير اللي كنت بكلمكم عنه، اللي هو مالتيبل انجل ايزومتريك اكسرسايز ان ويتش ريزيستنس سواء كانت مانوال اور ميكانيكال از ابلايد ات مالتيبل انجلز within the available range of motion. عايز انا ازود السترينث in the whole range مش at point واحده. Advantage، ايه الادفانتج بتاعتها؟
اول ادفانتج از فاليابل وين جوينت موشن از انكمفورتبل. لو انا الموشن دي هتضرني لا ممكن اعمل اكسرسايز وذاوت موشن اللي هو ايزومتريك اكسرسايز. ايزومتريك اكسرسايز از افكتيف وين ويكنس اكزيست لانها بتزود السترينث زي ما اتفقنا وبتعمل هايبرتروف كمان. ايزي تو اندرستاند سهل قوي ان انا افهم العيان انه يعمل الاكسرسايز دي. امال ايه عيوبها؟ ايه الديس ادفانتج بتاعتها؟ ايزومتريك سترينث از سبيسيفيك ده اللي قلناه. طب لو كما كان لو احنا مش عايزين سبيسيفيك ممكن نعمل مالتيبل انجل تمام كده. يبقى ايزومتريك سترينث از سبيسيفيك تو جوينت انجل جوينت انجل ديبندنت مي برودوس سبايك ممكن العيان فجأة يترفع درجة البلوب بريشر بتاعه. ليه؟ لأنها لما بتعمل كونتراكشن بتعمل فازو كونستريكشن بتقلل اليومن بتقلل السايز بتقلل الديامتر بتاع البلوت فيسلز وبالتالي بترفع علينا ضغط الدم. مي برودوس سبايك ان سيستوليك بلوب بريشر ذا كود كوز لايف ثريتنج تهدد العيان خاصة لو كان كارديوك بيشنت كارديو فاسكولار اكسيدنت تو ريديوس ذيس even to occur reminds a person to breath. العيان ما يكتمش نفسه. ممكن كل بساطة انت هتقعد contracting لمدة 10 ثواني هتقول العيان count تقول له عد كده تضمن العيان انه هياخد breath وبالتالي هي relax blood vessels. يبقى disadvantage هم حاجتين انها joint specific وانها ممكن ترفع لنا ضغط الدم. ده بالنسبة للنوع الأولاني اللي هو الايزومتريك بالأربع أنواع بتوعه. حد يفتكر الأربع أنواع بتوع الايزومتريك؟ أول نوع اسمه سيتنج اكسرسايز اللي ممكن أعملها لجريد 1، وبعدين في الايزومتريك ريزيستيف اكسرسايز، وفي ستابلايزنج اكسرسايز، وفي المالتيبل أنجل. وعرفنا الأدفانتج والديس أدفانتج. تعالوا نتكلم على النوع الثاني من resistive exercise اللي هي الديناميك او الايزوتونيك اكسرسايز. واي ايزوتونيك كونتراكشن تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه ايزوتونيك كونتراكشن. يعني كونتراكشن ويز موفمنت، يعني في كونتراكشن وفي رينج اوف موشن. طيب ايه انواع الايزوتونيك كونتراكشن؟ يا اما كونسنتريك يا اما اكسنتريك. يعني ايه كونسنتريك كونتراكشن؟ كونتراكشن ويز شورتنينج اوف ذا ماسل، زي وانا برفع الشنطه من على الارض، زي وانا باكل في كونتراكشن وفي شورتنينج في المصل. لكن في شورتنينج تاني اسف في كونتراكشن تاني ويز لانثنينج اوف ذا مسل، زي وانا نازل السلم يبقى ده كونتراكشن ويز لانثنينج اوف ذا مسل، زي وانا بلعب ضغط يبقى في النوع التاني من الريزيستيف اكسرسايز دايناميك اور ايزو تونيك اكسرسايز، واقدر اقسمه الكونسنتريك اكسرسايز واكسنتريك اكسرسايز. تعالوا نعرف الديفينيشن بتاع الدايناميك او الايزوتونيك اكسرسايز. اتس ماسل كونتراكشن اجينست لود وين ماسل كونتراكت دايناميكلي اجينست ا فيكسد ريزيستنس ذا تنشن برودوسد فروم ذا ماسل فاريز as a muscle contract and shorten with the اسمه concentric contraction or lengthen under tension اللي اسمه eccentric contraction. وبرضو زي ما الايزومتريك كان ليه اربع انواع، هنا الايزوتونيك ليه انواع بس هم نوعين بس اللي هو concentric والeccentric. ده according to muscle contraction او according to resistance ممكن يبقى فيه manual or mechanical. يبقى فيه two classifications according to resistance ممكن نقسمه لميكانيكال ومانيوال، و according to muscle contraction نقسمه لconcentric وeccentric. تعالوا كده نعرف مقارنة بين الconcentric والeccentric، وانا حذرتكم ان انا ممكن اجيب لكم مقارنات في الامتحان. الconcentric exercise involve the dynamic resistance of muscle while muscle A shorting. طب انا لو حطيت eccentric يبقى muscle A lengthening occur as in lifting weight، زي وانا برفع الويت، زي وانا بشيل الشنطه، زي وانا باكل. طب الاكسنتريك involve the dynamic resistance of muscle while muscle A lengthening occur in attempt to control resistance. It involve negative work
as in lowering a weight، زي ما انا اكون شايل وهنزله. بتنزله بترميه ولا بتنزله بالراحه؟ لا بتنزله بالراحه، ده اكسنتريك كونتراكشن. او descending stairs وانا نازل السلم. And the provide of a source of shock absorption during close kinetic chain functional activities. يبقى الكونسنتريك ده يحصل امتى؟ في الاوبن تشين فانكشنال اكتيفيتيز، لكن الاكسنتريك يحصل فين؟ في كلوزد تشين فانكشنال اكتيفيتيز. تعالوا نكمل المقارنه بين الكونسنتريك والاكسنتريك. كونسنتريك اكسلريت ذا سيجمنت في سرعه، لكن قلنا من شويه الاكسنتريك انا بنزل الويت بايه؟ ببطء. بنزل السلم بايه؟ ببطء. يبقى ديسلريت. يبقى concentric accelerate the body while eccentric decelerate the body segments. Eccentric produce more tension than isometric or concentric contraction. يبقى كده لو حبينا نقيس التنشن هنحط رقم واحد المور تنشن في الاكسنتريك، طب في النص الايزومتريك، واقل تنشن يبقى في الكونسنتريك. نقولها تاني عشان ما نتلخبطش. اعلى كميه تنشن produced by eccentric، medium tension produced by isometric، lowest tension produced by concentric. Eccentric contraction consumes less oxygen. يبقى في الوقت اللي بيديني tension كتير هو بيكونسيوم oxygen قليل، في الوقت اللي بيديني tension كتير هو بيكونسيوم fewer energy stores، في الوقت اللي بيديني تنشن كبير بيديني fewer motor unit firing to control the same load than concentric. تمام؟ يبقى من مواصفات الاكسنتريك والمقارنه بينه وبين الكونسنتريك ان الاكسنتريك بيدي more tension with less oxygen, few energy stores and few motor unit firing. طب تعالوا نتكلم على الكلاسيفيكيشن الثانيه في الايزوتوريك او الدايناميك ريزيستيف اكسرسايز، اللي هي اكوردنج تو ريزيستنس، مانوال ريزيستنس اند ميكانيكال ريزيستنس. انا اختار المانوال ولا الميكانيكال؟ مش انا اللي اختار، انا بختار بناء عن رقم واحد بيشنت نيد اند ابيليتي. يبقى انا بختار بس اكوردنج تو بيشنت نيد اند ابيليتي، اكوردنج تو جول اوف اكسرسايز، اكوردنج تو افيلابيليتي اوف ابيليتيز. انا عندي الاجهزه ولا مش عندي؟ يبقى دول الثري بيزس اللي انا هعمل عليهم التشويس، هعمل تشويس للمانيوال ولا الميكانيك. زي ما قلنا في مقارنه بين الكونسنتريك والاكسنتريك، في مقارنه ثانيه بين المانيوال والميكانيك. مانيوال ريزيستنس اكسرسايز از اكتيف ريزيستيف اكسرسايز ان ويتش ذا ريزيستنس فورس از ابلايد باي ثيرابيست. هنا مين اللي بيدي ريزيستنس؟ الثيرابيست، تو ايذر دايناميك اور ايزومتريك كونتراكشن. طيب الميكانيكال اكيد ال resistance applied by device. يبقى mechanical resisted exercise is active resistive exercise in which is resistance provided by a equipment to either isotonic or isometric muscle contraction. Variety of mechanical equipment are available. عندنا الجيم مليان equipments كتيرة بتبروفايد resistive exercise ranging from simple to complex. في أجهزة رياضية سيمبل، في أجهزة رياضية كومبلكس، ورينجينج كمان فروم سمول تو لارج، في بعض الأجهزة صغيرة في بعض الأجهزة كبيرة، ورينجينج كمان فروم اكسبنسيف تو انكسبنسيف، في الرخيص منها وفي الغالي. يبقى رينجينج اند فرايتي اوف ميكانيكال ريزيستيف اكسرسايز، ذير از سيمبل كومبلكس، ذير از سمول اند لارج، there is expensive and inexpensive. ايه الادفانتج اوف مانوال ريزيستيف اكسرسايز اللي انا بعملها بايدي؟ اول حاجه انها كان بي فاريد، انا ممكن اخليها ميديوم لو ريزيستنس او ميديوم ريزيستنس او هاي ريزيستنس اكوردنج تو ذا بيشنت كيس. رقم 2، وين جوينت موشن از الاود مانوال ريزيستيف اكسرسايز اوفر ان ايزي انكسبنسيف method of strengthening muscle. يبقى it's easy, it's inexpensive, could be varied. It's specific or individual muscle could be strengthened. الأجهزة بتاعت الجيم بتعمل strengthening لمسلز كتيرة.
لكن بايدي اقدر اعمل سبيسيفيك اند انديفيدوال ماسل سترينثنج. بس ايه عيوبها؟ عيوبها ان الفيزيوثيرابيست هو اللي بيتعب يا عيني، يبقى اماونت اوف ريزيستنس ديبند اون ذا ثيرابيست كونديشن، هو اللي تعبان معايا، الى جانب انها كونسيومينج تايم اند ايفورت. ذا ريزيستنس كانوا بي ميجرد، هقيس الريزيستنس ازاي؟ انا بديله يا مايلد يا مودريت يا ماكسيمم ريزيستنس، لكن هي المايلد دي كام؟ مودريت دي كام؟ ماكسيمم دي كام؟ ما اعرفش. يبقى ريزيستنس كانوا بي ميجرد ايفورت اند تايم كونسيومينج اوف ذا ثيرابيست، دي ديس ادفانتج بتاعي. لكن في الميكانيكال في عندنا اكويبمنتس كتيره بقى موجوده في الجيم، في منها الفري ويتس، وفي منها الويت ماشين، وفي منها الاكسرسايز بايسكل، وفي منها البوي سيستم. عندنا اجهزه كتير قوي، وانتوا كتير منكم راح الجيم وشاف اجهزه كتيره. دي بول كده ويز ديفرنت كلرز، وكل كلر ليه ريزيستنس معين. طب ايه الادفانتج اوف ميكانيكال ريزيستيف اكسرسايز؟ خد بالك عشان خاطر الكومباريزون اللي انا بقول لك عليه. اول حاجه انها اوبجكتيف، انا لما بظبط الجهاز انه يدي 10 كيلو ريزيستنس بتبقى 10 كيلو ريزيستنس، لكن ايدي تقدر تعمل 10 كيلو ريزيستنس؟ لا. يبقى اتس اوبجكتيف كوانتيتيف دوكيومنتيشن. رقم 2 ليفل اوف ريزيستنس نوت ليميتد باي ذا ثيرابيست، ده ممكن اقعد ازود الريزيستنس كتير لكن الثيرابيست ليميتد ان هيز ريزيستنس. اد ا فرايتي اوف اكسرسايز سيف time and effort of therapist. كل دي advantage of mechanical resistive exercise. شوفوا قد ايه الفرايتي في الجيم من الماشينز اللي ممكن تعمل resistive exercise، وكل دي اقدر اظبطها هتطلع resistance قد ايه، كل دي consume time and effort of the therapist، كل دي اقدر اعملها documentation. النهارده عملنا 10، بكره نعمل 12، بعد بكره نعمل 14 and so. طب ايه الديس ادفانتج؟ اول حاجه ريزيستنس كانوا بي فاريد ثرو اوت ذا رينج اوف موشن، يعني في بدايه الرينج لو انا حاطط ايدي ممكن اديله ميه ريزيستنس، في نص الرينج ازود ريزيستنس شويه، في اخر الرينج ازود ريزيستنس خالص، ده لو كان بايدي. لكن بالنسبه للجهاز انا هظبطه على 10 كيلو، ال 10 كيلو دول هيبقوا في الاول وفي النص وفي الاخر، يبقى ريزيستنس كانوا بي فاريد ثرو اوت ذا رينج، وبالتالي اماونت اوف ريزيستنس از فيكسد اول اوفر ذا رينج. need space، شايفين اجهزه كبيره وكتيره وبالتالي need space، واخر حاجه معظمها expense. هنا الراجل بيستخدم شنطه فيها ويت وبالتالي بيستخدم in expense. النوع الثالث هو الايزوكاينيتك ريزيستيف اكسرسايز، وده هيبقى لها مجال لوحدها لكن نفهمها دلوقتي. in which the velocity of muscle contraction is controlled by rate limiting device that controls the speed of movement of body parts. يعني the contraction is limited by speed. aims of active resistive range of motion exercise. واظني انتوا تقدروا تقولوها دلوقتي. اول حاجه improve and maintenance of muscle strength and endurance. increase strength of connective tissue ligament and tendons، يعني مش بتزود السترينث بتاعت الماسل بس، لا ده بتزود السترينث كمان بتاعت الكونكتيف تيشو والليجامنت والتندونز. increase bone minerals density، بتزود الكثافه العظميه. improve coordination and balance. hypertrophy، يعني increase muscle mass and decrease body fat. increase blood flow. enhance activities of daily living. increase heat production and improve repair of healing process. decrease stress on joint and reduce risk of soft tissue injury during physical activities. كل دي aims of active resistive range of motion exercise. precautions، خد بالك وانت بتعمل active resistive range of motion exercise مع عيان عنده cardiovascular problems، مع عيان easy fatigable، خد بالك وانت بتعمل active resistive range of motion exercise من الاوفر تريننج، ان العيان متحمس قوي فبزود عليه العيار جامد، او اوفر وورك، خد بالك من المسل سورنس، وهنشرح كل حاجه من دي بالتفصيل دلوقتي، خد بالك من السبستيتيوشن موفمنت، وخد بالك من الاوستيوبروس. دول البريكوشنز فور
active resistive range of motion exercise. تعالوا نشوف كل واحده بالترتيب. هو ايه الضرر اللي ممكن يقع على عيان كارديو فاسكولار بروبلمز؟ اخطر حاجه بالنسبه للعيان هي فالزالفا مانوفر. ايه بقى فالزالفا مانوفر دي؟ العيان يكتم نفسه وبيعمل الاكسر وهو بيثني ويفرد عشان يزود الفورس بتاعته. طب دي هتعمل له ايه؟ احنا لسه قايلينها من شويه انها ممكن تلخبط له البلاد بريشر. دي هتعمل ايه؟ العيان بيعمل فالزالفا مانوفر ازاي؟ ياخد ديب انسبيريشن وبعدين يعمل كلوجر للجلوتس، يقفل الجلوتس، وبعدين كونتراكشن اوف ابدومينال ماسلز، وبعدين انكريز الانتر ابدومينال بريشر، وده هيديكريز الفينس ريتيرن وبالتالي ليد تو ديكريزنج كاردياك اوت بوت ويحصل تمبوراري دروب ان بلاد بريشر ليد تو انكريز الهارت ريت. نقول تاني ديب انسبيريشن كلوجر جلوتس كونتراكشن اوف ابدومينال ماسلز increase intra-abdominal pressure, decrease venous return, decrease blood pressure, increase heart rate. أول ما هيحصل expiration, there is pronounced increase the blood pressure due to rapid venous return into the heart that lead to first full contraction of the heart. كده احنا بنضر الهارت بالفالزالفا مانوفر. طب عايز امنع الفالزالفا مانوفر، قول للعيان يعد، قول للعيان يتكلم، قول للعيان ياخد انسبيريشن اند اكسبيريشن عادي. يبقى patient don't hold his breath. Have the patient exhale during exercise. Ask the patient to count or talk during exercise. كل ده هيمنع ايه؟ الفالزالفا مانوفر. رقم 2 العيان اللي ممكن يحصل له فتيك. مهم قوي انك تو افويد فاتيج ديورينج اكتيف ريزيستيف رينج اوف موشن اكسرسايز. معنى كلمه فاتيج ايه؟ فاتيج از ديمينيشد ريسبونس اوف ماسل اور ماسل جروب تو ريبيتد ستيمولس. ده الماسل بدا كويس وبعد كده قلت. تو بريفنت فاتيج اعمل ايه؟ ريكفري فروم اكسرسايز. ذا بودي ماست بي جيفن تايم تو ريستور اتسلف تو ذا اكزيستد ستيت بيفور اكسوهوستيف اكسرسايز. ادي فتره من الراحه بين الاكسرسايز. خد بالك يا سيرابيست should be aware of pattern of fatigue that occur either during static or dynamic exercise and gear the exercise program according to avoid its occurrence. ابعد خالص انك العيان بتاعك يجيله فاتيج بانك تحط rest time كافي between الاكسرسايز. اوفر تريننج العيان المتحمس بقى، بص تلاقي بادئ كويس وبعد كده ينزل الاداء بتاعه. decline in physical performance in his subject due to high intensity. انه بدأ جامد. inadequate rest. مفيش rest كفايه. too rapid progression of exercise. دول التلات اسباب للover training اللي ممكن نتجنبه. overwork. progressive deterioration of strength. بص تلاقي العيان بالرغم من انه المفروض يزيد السترينث ان السترينث بيقل. ليه؟ يبقى progressive deterioration of strength in already weakened muscle by non-progressive neuromuscular disease. ده معنى كلمة overwork. ده نتيجة ايه؟ high intense exercise and adequate rest to rapid progression of exercise. muscle soreness وده مقارنة تانية. هقول لك قارن بين acute muscle soreness with delayed onset muscle soreness. ايه حكايه الاكيوت ماسل سورنس دوت؟ ماسل بين ديفلوب ديورينج اور دايركتلي افتر سترينيس اكسرسايز. رحت الجيم رجعت من الجيم جسمك مكسر، هو ده اسمه ايه؟ اكيوت ماسل سورنس. وده بيحصل ليه؟ ديو تو لاك اوف ادكويت بلاد فلو. البلاد فلو اللي رايح للماسل ما كانش كفايه على الشغل الكبير اللي انت عملته في الجيم. مش بلاد فلو بس، ما هو البلاد فلو ده بيشيل الاكسجين، يبقى الاكسجين and في نفس الوقت accumulation of lactic acid. يبقى حضرتك رحت الجيم رجعت جسمك مكسر، وايه ده؟ نتيجه ايه؟ extraneous exercise انت عملتها. عملت ايه extraneous exercise؟ كان معاها decreased في البلاد فلو وديكريز في الاكسجين واكيوميليشن اوف lactic acid and potassium. الميزه فيها انها transient، يعني هتقوم تاني يوم جسمك زي الفل and subside quickly. تاني يوم على طول. وهنا ديكويد لما بيرجع البلاد فلو يرجع الاكسجين ويتشال اللاكتيك اسيد ويتشال البوتاسيوم. لكن المشكله بقى في الديليد اونست ماسل سورنس، ده ستيفنس
developed after من 12 ل 24 ساعة. ده اللي بيحصل لنا لما نروح المصيف. تبص تلاقيك أول يوم وتاني يوم وتالت يوم زي الفل، تيجي في رابع يوم ما تعرفش تكمل المصيف، الرابع والخامس والسادس والسابع عايز اللي يحركك. ليه؟ حصل delayed onset muscle soreness. ده مش معناه lack of blood flow ولا oxygen ولا accumulation of lactic acid ولا بوتاسيوم، ده معناه مايكرو تروما تو ذا ماسل. الماسل بدا يحصل لها تروما اند ماسل اند كونكتيف تيشو ذات ريزلت ان تيشو ديجنريشن، وده خطير جدا، وده هياخد مش اقل من 5-6 ايام عشان يخف. النقطه اللي قبل الاخيره سبستيتيوت موفمنت، it occurs if too much resistance is applied during exercise. Avoid substitution عن طريق appropriate amount of resistance and correct stabilization. لازم تثبت الجزء اللي انت مش شغال عليه وتسيب الجزء بس هو اللي هتشتغل عليه. اخر حاجة osteoporosis with a reduction of mineralization of bone mass associated with imbalance between bone resorption and the bone formation. وبالتالي بتعرض العيان لفراكشن. Resistance exercise must be applied and progressed very cautiously to avoid pathological fracture. امال امتى بقى ما عملش الاكتيف ريزيستيف رينج اوف موشن اكسرسايز خالص؟ كونترا انديكيشن لو في انفلاميشن. واحنا قلنا قبل كده ساينز اوف انفلاميشن 5 ساينز، ايه هم؟ هوتنس، ريدنس، سويلنج، بين، ديسفانكشن. مهم قوي لو في ساينز دي من الانفلاميشن كونترا انديكيشن. ما يجيش حد بيشتكي بنت تعمل له ريزيستيف اكسرسايز، ما يجيش حد في ورم في المفصل ولا في العضله وتعمل له ريزيستيف اكسرسايز، ما فيش حد يجي لك هوتنس في المسل او الجوينت وتعمل له ريزيستيف اكسرسايز. يبقى اي ساينز اوف انفلاميشن كونترا انديكيشن. وبالتالي البين رقم 2 حتى لو ما كانش انفلاميشن وفي بين بس يبقى برضو، او انفكشن وريسنت فراكشر طبعا كونترا انديكيشن. جرادويتد ريزيستيف اكسرسايز، لازم تبقى الريزيستيف اكسرسايز بتاعتنا جرادويتد عن طريق ان انت تنكريز الويت جرادولي، تو انكريز النمبر اوف ريبيتيشن، تو انكريز النمبر اوف سيت، تو انكريز تو ديكريز ريست تايم اند تو لينثن ذا سيشن. ده اسمه graduated resistive exercise عشان بنغلط بين حاجتين، في حاجة اسمها graduated resistive exercise وفي حاجة اسمها progressive resistive exercise. graduated حاجة وresist progressive حاجة تانية. دي graduated resistive exercise اللي هم بزود فيها الوزن بالتدريج او ازود فيها العدد بالتدريج او ازود فيها السيتس بالتدريج او اقلل فيها time of rest او ازود فيها time of session. دي النوع التاني بقى البروجريسيف ريزيستيف اكسرسايز اللي هي الاختصار بتاعها بي ار اي، ودي عباره عن فيكسد تكنيكس بنستخدمها عشان خاطر نزود بيها السترينث. وعندنا تو كومن تكنيكس، واحد فيهم اسمه دولارم تكنيك، واحد فيهم اسمه اوكسفورد تكنيك. الاثنين بيعتمدوا على ده البي ار اي، الاثنين بيعتمدوا على البروجريسيف ريزيستيف اكسرسايز عن طريق انهم بيحددوا حاجه اسمها ار ام. ايه الار ام؟ ريبيتيشن ماكسيمم. ايه هو الار ام؟ الار ام ريبيتيشن ماكسيمم از ذا جريتست اماونت اوف ويت ا ماسل كان موف ثرو ا رينج اوف موشن ا سبيسيفيك اماونت اوف تايم. يعني ايه؟ يعني انا هحدد 10 ريبيتيشن ماكسيمم مثلا، 10 ار ام، يبقى هقول ايه؟ هجيب 2 كيلو واقول لك ارفعهم فور رينج اوف موشن اجينست ريزيستنس. قدرت ترفعهم 1 2 3 10 12 لا 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 انت عديت ال 10، يبقى ده مش 10 ريبيتيشن ماكسيمم بتاعك. انا هجيب 4 كيلو وبعدين 1 2 3 4 ما قدرتش تكمل لغايه 10، يبقى برضو اتنين ما ينفعش عشانك قدرت انك تعدي العشرة، واربعة ما ينفعش عشان ما قدرتش انك تكمل وتوصل للعشرة.
طب امسك التلاتة وارفعهم، واحد اتنين تلاتة تسعة 10، ومش قادر، يبقى التن ريبيتيشن ماكسيموم بالنسبة لك هو 3، لأن أنت قدرت ترفعه 10 مرات بس وما تقدرش ترفع أكتر منه. يبقى 10 ريبيتيشن ماكسيمم او الريبيتيشن ماكسيمم از ذا جريتست اماونت اوف ويت ا ماسل كان موف ثرو رينج اوف موشن سبيسيفيك اماونت اوف تايم. وزي ما قلت لكم عندنا تو تكنيكس، دلورم تكنيك واكسفورد تكنيك، ودي المقارنه الاخيره اللي عايزكم تهتموا بيها، انكم تعملوا مقارنه بين دلورم تكنيك واكسفورد تكنيك. تعالوا نشرح مع بعض دلورم تكنيك. دولورم تكنيك ده جراديويتد ريزيستيف اكسرسايز ولا بروجريسيف ريزيستيف اكسرسايز؟ خد بالك، لا ده بروجريسيف ريزيستيف اكسرسايز. اول حاجه اهو حدد ال 10 ريبيتيشن ماكسيمم، بعد كده ذا بيشنت يبدا ب 50% من ال 10 ريبيتيشن ماكسيمم، يعني لو كان هو زي ما اتفقنا 3 كيلو يبقى البيشنت يعمل اكسرسايز بكام؟ بكيلو ونص، وبعدين اليوم اللي بعده يبدا ب 75%، يعني يبدا ب 2 كيلو، اليوم اللي بعده يبدا ب 100%. يبقى جرادويشن ان انا احدد ال ريبيتيشن ماكسيمم، ابدا الاكسرسايز ب 50% فولود باي 75% فولود باي 100%. الدولار ما اكسرسايز عباره عن 3 بوتس، يعني مش هعمل 50% مره واحده، انا هعمل 50% مره واريح ومره واريح ومرة ورايا، والتايم اوف ريست ايكوال تايم كونتراكشن. ولازم اعمل وورمنج اب قبل ما اعمل 50%، يبقى اذا كنت هعمل اكسرسايز بكيلو ونص اعمل وورمنج اب بايه؟ اعمل وورمنج اب بوزن قليل زي مثلا كيلو او نص كيلو. وازود كل اسبوع وابدا احدد 10 ريبيتيشن ماكسيموم جديد، كل اسبوع احدد 10 ريبيتيشن ماكسيموم جديد. يبقى كل اسبوع احدد 10 ريبيتيشن ماكسيموم جديد، هبدا ب 50% وبعدين 75% وبعدين 100%، وكل نسبة من دي هعملها 3 بوتس، وكل بوت تبقى 10 ريبيتيشن، يبقى 10 ريبيتيشن ب 50% وريح، وبعدين 10 ريبيتيشن ب 50% وريح، وبعدين 10 ريبيتيشن ب 50% وريح، وبعدين 10 في اليوم اللي بعده 10 ريبيتيشن ب 75% وريح، 10 ريبيتيشن ب 75% وريح، 10 ريبيتيشن ب 75% وريح، اسف في نفس اليوم، وبعدين في نفس اليوم 10 ريبيتيشن ب 100% وريح، 10 ريبيتيشن ب 100% وريح، 10 ريبيتيشن ب 100، واجي طول الاسبوع بعمل الكلام ده، وبعدين في اخر الاسبوع احدد ال 10 ريبيتيشن ماكسيموم الجديد وعلى ضوءه ابدا اكمل وهكذا. اهو ده السيكونس بتاع دولار 50% 75% 100% 10 ريبيتيشن 3 بوتس، 10 ريبيتيشن 3 بوتس، 10 ريبيتيشن 3 بوتس. امال ايه هو؟ ده كده اكزامبل. ايه هو اكسفور تكنيك؟ العكس، اكسفور تكنيك بيبدا ب 100% 10 ريبيتيشن 3 بوتس، والمرحله اللي بعده يبقى 75% 10 ريبيتيشن 3 بوتس، المرحله اللي بعده تبقى 25% 10 ريبيتيشن، 50% 10 ريبيتيشن 3 بوتس. يبقى اكسفور بالظبط عكس دولار. هنا حدد ال 10 ريبيتيشن ماكسيمم، بدا ب 100% من ال 10 ريبيتيشن ماكسيمم لمده 10 ريبيتيشن 3 بوتس، وبعدين 75% وبعدين 50%، ويفضل يستمر كده لمده اسبوع، وبعدين يحدد ال 10 ريبيتيشن ماكسيمم في الاسبوع التالي. عكس بالظبط اوكسفورد عكس دولار. وبالتالي دولار بيزد اون ريبيتيشن ماكسيمم اوف 10، وبرضه اكسفورد كده ديزايند فور ايرلي ريهابيليتيشن،
عشان كده بيبدأ جرادولي من 50 ل 75، من 5 من 50 ل 75 ل 100%، لكن دوت في الليت ريهابيليتيشن ديزايند فور designed for beginning of rehabilitation، لكن ده هيبقى في late rehabilitation. Introduced progressive resistive exercise، وده برضو progressive resistive exercise، ده build and warm up، لكن ده build and cooling down، ده 50 75 100، ده العكس. يبقى ده used في intermediate and advanced level of rehabilitation، percentage of 10 repetition maximum، diminish resistance as muscle fatigue progressive load، 100% 75%. Thank you. Welcome with your question. See you later.